السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي الأعزاء، سنة رابعة، أستاذة إيناس عوضة. الليلة حنتكلم عن 3 نقاط في محاضرتنا، ونشوف الهدف بتاع شنو، الأوبجكتيف بتاعة محاضرتنا شنو. The role of laboratory personal standardization، يعني دايرين نعرف دور العاملين في 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 توحيد اللاب أو laboratory personal standardization بيكون كيف. نمرة 2، build up laboratory personal skills، كيف بنبني مهارات العاملين في اللاب، كيف بنبني مهارات العاملين في اللاب عن طريق شنو. نمرة 3، laboratory personal sharing knowledge، دارين نعرف مشاركة الموظفين اللاب في المعرفة بتكون عن طريق شنو. اوكي طيب، نبدأ محاضرتنا. بسم الله. الستاندرايزيشنز يعني شنو؟ ستاندرايزيشن، لما نقول ستاندرايزيشن معناها نظام قياسي موحد. ستاندرايزيشن سيستم is the one in which each laboratory has the same level of the network will offers the same testing menu using the same technique and equipments. يعني هو نظام قياسي موحد، بيكون على نفس مستوى الشبكة، على نفس مستوى المنيو بتاعت التست بتاعتك في اللاب، وبيكون موحد بنفس استعمال نفس التكنيكس، نفس التقنية اللي انت هتستعملها هي نفس التقنية اللي هيستعملها كل اللابات، ونفس الإكويبمنت اللي انت هتستعملها هي كل الإكويبمنت اللي هيستعملوها في كل اللابات. يعني هو نظام قياسي موحد بنفس أسامي المنيو، مثلا هيموغلوبين A1C، مثلا كولسترول، تراجليسرايد، FNA، مثلا بلوت كولتشرز، مثلا CBC، حاجة الباراسايت، مثلا بلوت فيلم فور ملاريا، كل الأشياء اللي بتكون ستاندرايزيشن في التست دي بتكون من منيو مسمية في كل الحتات، إذا في السودان أو خارج السودان هي نفس المنيو الموجودة عندنا، هي نفس الموجودة في العالم الآخر بنفس الإكويبمنت اللي إحنا بنستعملها، بنفس الكميات اللي أنت بتشيلها، بنفس الإستينس الصليوشن اللي أنت بتستعملها، أوكي، بنفس التكنيك ده. كده معناها شنو؟ اتوحدت كل الستاندرايزيشن ميثود في إنه المنيو تكون واحدة، في إنه الإكويبمنت تكون واحدة، في إنه الماتيريالز تكون واحدة، في إنه التكنيك تكون واحدة. عشان كده اسمها شنو؟ ستاندرايزيشن، حاجة ثابتة، حاجة كونستنت. أوكي نيجي نشوف برضو اللابوراتوري ستاف ممبرز، يعني الموظفين الموجودين في اللاب. Can also easily transfer between facilities because they are familiar. يعني الموظفين الموجودين في اللاب بيسهل انه يتناقلوا بين المرافق من مرفق الى مرفق. Because there are familiars، لانهم اسرة واحدة. Which is the technique and equipment used for all facilities. وبعدين هم بيكونوا على دراية بالتكنيك وعلى دراية بالمواد المستخدمة في جميع المرافق. اوكي دي كده تابع ليه الستاندرايزيشن. تمام، نجي نشوف build up laboratory personal skills، نجي نشوف كيف بنبني مهارات العاملين في اللاب. لازم نبني مهاراتنا، والإنسان يكون كل مرة بيزيد معرفة جديدة، وفي نفس الوقت دايرين نعرف how build up laboratory personal skills، كيف بنبني المهارات عندنا، وثانية how to be more productive in lab، كيف انت بتكون اكتر انتاجية في المعمل بتاعك عشان تكون شنو؟ more productive في اللاب، تنتج كويس، تشتغل كويس. كيف؟ بـ8 نقاط. النقطة الاولى plan your day، خطط يومك، لازم يكون يومك منظم. النقطة الثانية track time spent on task، تتبع الوقت اللي بتقضوه في المهمة قدر شنو. تمام، الحاجة الثالثة
put spare time to good use. استفيد من وقت الفراغ بتاعك. الحاجة الرابعة, know when you are at your best. أعرف بتين تكون أنت في أفضل حالاتك. يعني لأنه دائما الإنسان لما يكون مود كويس وهو في أفضل حالاته بيشتغل كويس, يكون الشغل منظم, بيكون الشغل نظيف, ما بيكون فيه لخبطة. طيب, maintain a clutter free environment. حافظ على البيئة الخالية من الفوضى. لازم يكون لابك نظيف, لازم يكون لابك منظم, لازم ما يكون فيه فوضى. البيئة في تحت اللاب لازم تكون clutter free environment, تكون خالية من الفوضى. Keep an accounting system for all supplies and material. يعني أمسك نظام المحاسبة لجميع المستلزمات ولجميع المواد. لازم يكون في accounting لكل صغيرة وكبيرة في اللاب, لطلبياتك, لموادك اللي بتستعملها حق النظافة, لموادك اللي بتجرودها شهرية. لازم يكون في accounting.